الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ وننطلق ضمن هذه الدورة التكوينية، والبداية بخير الكلام بالقرآن الكريم مع فضيلة الأستاذ عبد الحفيظ يلس، نائب مدير مركز الشهاب للبحوث والدراسات إطارا بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. يتفضل. نشكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم الشهاب للبحوث والدراسات. كاين كثير من الشباب اللي راهم حاضرين معنا ربما يزور المركز لاول مره. شكون اللي يجي اول مره يفرح يدير؟ الله يبارك ما شاء الله، هذا خير كبير. نرحب بكم كثير معنا في مركز الشهاب للبحوث والدراسات. المركز راه موجود منذ 5 سنوات، هو تابع لجمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، لكن النشاط نتاعو والخدمه نتاعو هي نشاط مستقل. المركز عنده نشاطات نقدر نقول دورية، يعني كل موسم كل أسبوع كل شهر في نشاطات، ننظم ملتقيات، ننظم دورات، ننظم لقاءات، ننظم رحلات، ننظم معارف، ننظم أشياء كثيرة. يهتم المركز خاصة بالجانب الإنساني، بالجانب الاجتماعي، بالجانب الشباني، والدورة هذه تدخل في إطار هذا الموضوع. مركز الشهاب عنده هذه القاعة اللي راكم تشوف فيها اللي تحوي حوالي 300 شخص. فيه فوق مكتبة بأزيد من 7000 عنوان، مكتبة كبيرة في كل التخصصات تاع طلبة الجامعين. بالمناسبة تقدروا تجيو في كل وقت، سواء مطالعة إلكترونية، يعني عندنا المكتبة الإلكترونية الإنترنت فاتوي كل شيء مجانا، وعندنا المطالعة المكتبية باستفادة من الكتب داخل وخارج. أيضا في قاعة للمحاضرات، في قاعة للاجتماعات، وفي أيضا صورنا عندما يجيو من خارج الولاية، فيه مبيت أيضا بمركز الشهاب. هو مؤسسة وقفية. وش معناها مؤسسة وقفية؟ معناها صفر دينار، المدخول بتاعه ما فيش مدخول، معناه ماهوش مؤسسة تجارية ولا اقتصادية ولا ربحية. كل النشاطات اللي يقوم بها مركز الشهاب هي مؤسسة وقفية مجانية. يضع هذا الخير، ربي يطول في عمره ويقول له امين، يحفظه ويجازيه ويبارك فيه وفي اهله ان شاء الله، عملها لله في سبيل الله. من بينها هذه الدورة اللي راكم فيها الان، الدورة هي الأولى من نوعها اللي نظمها مركز الشهاب، وراح تكون في دورات أخرى. راح تكون عندنا دورة في اللغة الألمانية بعدها مباشرة بعد هذه، وعد منا باللي راح يكون فيه أستاذ لأول مرة يقدم لكم الدورة وهو مختص عايش في ألمانيا، وراح يقدم دورة ألمانية. راح تكون دورة في اللغة الإنجليزية
بعد هذه الدوره ايضا مع الاستاذ دائما التباني راه نحكم له ما نخليوش يخرج، راح تكون دوره في الانفورماتيك، عندنا استاذ ايضا مختص في الانفورماتيك، والشيء الجديد هذا العام راح تكون على زوج دورات، واحده في التنشيط الاذاعي والاخرى في التقديم الاخباري بالنسبه للصحفيين، يكونوا اساتذه مختصين في الصحافه وفي التنشيط وفي الاذاعه يخدموا الى جانب هذا عندنا نشاطات نقدر نقولوا دائما. من بين النشاطات على دورة المعارف المقدسية، نشاط المركز الشهابي يهتم كثير بالقدس وبنشاطات القدس وشرع صالح القدس وفي فلسطين متضامن معه 100 مليون. عندنا كونتاكت وكاين لقاء مباشر مع اخواننا في تركيا، اخواننا في فلسطين، من اجل دائما التنسيق والتحسيس والتوعية بقضية القدس وقضية فلسطين. نشاط هذا مبدئيا في نيفو 1، نيفو 1 فيه 40 ساعة مجانية كل سبت صباح من 9 ل 12. الشروط اللي فيها، اول حاجه قلنا الدوره مجانيه، تما ما نخلصوا ولا فرنك. الحاجه الثانيه الدوره فيها مع الاستاذ التباني راح يعطيكم دو نيفو تاع كتابات، نيفو 1 اي نيفو 2. الكتابات هادو شاريهم الاستاذ وجابهم الاستاذ 2000 دينار في زوج، يعني 1000 دينار كتاب. الكتاب الاول هو عباره عن دروس صور كذا كمناهج، والكتاب الثاني هو فيه تمارين تاع اللغه التركيه. اللي حاب يستفاد من الكتابات هادو ما هم كانش بزاف، بعد يتواصل مع بلال. والكتابات بالمناسبه ما هماش تجاريين، يعني هذا كل البريك تاعهم مع الاستاذ، هكذا استاذ يديروا 200 الف، احنا رانا ما نديروا ولا فرنك، نزيد ناكد عليها باللي المؤسسه ماهيش ربحيه وماهيش اقتصاديه. الحاجه الثالثه والمطلوب منكم، رايحين كل شيء اللي بعثوا لكم عبر لاباج فيسبوك، ماذا بينا كامل تابونيو في لاباج فيسبوك تاعنا تاع مركز الشهاب، اللي هو مركز الشهاب للبحوث والدراسات باللغه العربيه. لانه لي كونتاكت والمواضيع والدروس هادو راهم مسجلين، والتمارين وكل شيء يفوتوا عبر لاباج فيسبوك والا عبر لاشين يوتيوب. عندنا قناه يوتيوب تنشر قوه اسمها شهاب سنتر ان انجلش، راح نبعث لكم كل شيء ايضا عبر لاشين يوتيوب. ماذا بينا كامل راهم حاطين هنا يابوني في هذا لاشين شهاب سي اش اي ابي سنتر ان انجلش، خلينا نفونسيو لي مانون انجليزيه تاعنا. راح نبعثوا لكم كل شيء عبر هذا لاشين يوتيوب شهاب سنتر، ماذا بينا تابونيو فيها ان شاء الله، تكونوا ابوني بلال روحنا راح يشرف على هذا لاشين يوتيوب. من بين الملتقيات اللي درناهم من قبل، درنا ملتقى الاسره في شهر سبتمبر، ملتقى وطني مليح بزاف. في شهر اكتوبر درنا ملتقى التربيه، الثاني كان ما شاء الله. في شهر نوفمبر هذا اللي فات درنا ملتقى نوفمبر، ملتقى تاريخي وطني. هذا الشهر راح يكون عندنا ملتقى ان شاء الله 25 و 26 حول فكر الشيخ الغزالي، ايضا ملتقى وطني في الطبعه الرابعه. هذو من بين النشاطات. رانا نوجدوا في مؤتمر دولي كبير ومهرجان عالمي يكون في شهر فبري وخاص بالقدس، الطبعه الثانيه درنا العام اللي فات الطبعه الاولى في شهر مارس، وهذا العام راح تكون ان شاء الله الطبعه الثانيه تاع مركز الشهاب. بيبان مفتوحين يوميا صباحا ومساء، الناس اللي تحب تجي تقرا، الناس اللي تحب تجي تطالع، الناس اللي تحب تجي تبحث، الناس اللي تحب تجي تنشط. لوفي راه موجود لكل الشباب اللي عنده دورات، الجمعيات، المؤسسات، فقط ما تكونش سياسيه، ما تكونش حزبيه، ما تكونش تجاريه ولا اقتصاديه، وايضا ما تكونش تخالف القوانين سواء تاع البلاد تاع الجمهوريه ولا اللي تمس بالدين الاسلامي الحنيف. هذا مش راح يكون فيه ان شاء الله. الغيابات ممنوعين على الدورة، أي واحد يغيب على الدورة راح يوصل تماما، يعني لأنه راح تكون بعد أبليكاسيون في عبر لاباج فيسبوك جوستومون وأيضا عبر اليوتيوب، اللي يغيب راح يوصل عادي مباشرة، لازم تكون فيه متابعة دائما. اللي يفوت في نيفو 1 راح يكون معنا في نيفو 2 إن شاء الله تاع هذا الدورة التركية. الكتابات موجودين مع الأستاذ هو اللي جابهم، عندنا حوالي 35 كتاب، مي إن شاء الله راح يكون فيه كتابات اخرى على نيفو 1 ونيفو 2. نيفو 1 كما قلنا او الكتاب الاول خاص بالدروس، والكتاب الثاني خاص بال خاص بالتمارين. واش غادي نقولوا هذا ما كان ننطلقوا على بركه الله، ربي يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيكم، نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح. مرحبا بكم في كل وقت في مركز الشهاب في جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، نتمنى التوفيق ودعم الاستاذ لانه نعم استاذ تباني احنا عارفين استاذ في جامعه فرحات عباس، مختص في اللغات، مختص كثير في اللغه الانجليزيه في اللغه التركيه، لاول مره كما نقول راح يقدم لنا في اللغه التركيه، راه ناشط جمعوي وراه ناشط ايضا في مؤسسات خاصه بتعليم اللغات ومراكز التكوين. دورات راح تكون دورات كثيره وكثيفه في مركز الشهاب، اعدكم بذلك، لكن فقط شرط انكم دائما تبقوا اوفياء لمركز الشهاب. بالتوفيق وبالنجاح والتميز والعطاء ان شاء الله. على Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر القائمين على مركز الشباب على هذه تنظيم الدورة. فقط أنا أريد أن أضيف أنه اختصاصي الأول ليس لغات، إنما هو أنا متحصل على دكتوراه في الاقتصاد في الدراسات المالية والمحاسبية والمعارضة، وأيضا متحصل على ليسانس في اللغة الإنجليزية ودرس الإنجليزية منذ سنوات. بالنسبة لتركيا، أنا أقمت في إسطنبول لمدة تقريبا عامين في إطار تحضير الدكتوراه في الاقتصاد، واغتنمت الفرصة لتعلم التركية وما زلت أتعلم، مع الأسف أنه مستوى اللغة التركية ما زال يعني ليس يعني جيد جدا. طيب ندخل مباشرة حتى نكون عمليين. بالنسبة للغة التركية، أول شيء هي لغة غريبة على نوعنا، بسبب تركيب هذه اللغة، بسبب التركيبة النحوية لهذه اللغة. إذا مثلا في اللغة التركية الفعل يكون في آخر الجملة، على عكس اللغات التي نعرفها، اللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية، الفعل يكون في أول الجملة أو بعد الفعل. هذا بالنسبة للتركيبة. لذلك الكثير من الأحيان لما تتكلم مع تركي يعني تنتظر لوهلة حتى تفهمه، لأن الفعل يكون في آخر الجملة. يقول لك مثلا يبدأ بالمفعول به ثم بالفاعل ثم يعطيك الفعل، أحمد التفاحة أكلها. ما تقدرش تعرف ماذا فعل أحمد التفاحة حتى تسمع الفعل، هل أكلها أم رماها أم كذا. ولكن طبعا أنا يعني هي لغة حلوة، لغة جميلة وعندها وفيها منطق جميل، أنه فيها منطق اللغة التركية. يعني لما تعرف القواعد انتهى خلاص. يعني عكس اللغات الأخرى، مثلا أعطيكم دائما، أنا أقارن دائما اللغة التركية باللغة الإنجليزية. مثلا في اللغة الإنجليزية مثلا خاصة في النطق البرونسيسيون، دائما قاعدة عامة موجودة ولكن آلاف الاستثناءات. يعني لو نقول لك نكتب كلمة بالإنجليزية، من يعرف يعني يستطيع يعني أن يقرأ هذه. مثلما نقرأ ما كانش مشكلة في اللغة التركية، يعني الحروف عندما تعبر اليوم أنا أعيدكم من اليوم لما تخرجوا اليوم تقدروا تبدأوا تقرأوا كتاب في التركية. النص الأول هذا الأكاديميكو يتقدروا تقرأ نص باللغة قراءة، ولا أقول قراءة يعني موش فهم. لذلك مباشرة نروح إلى الحروف التركية، مباشرة نروح إلى حروف التركية.
ذلك لا على الأقل كتاب بين الشخصين كتاب بالنسبة للكتاب ضروري جدا يعني من أراد يكمل معنا كتب موجودة في هذا الشوارع يعني فقط يقدم الطلب تاعه باش يجيبوا كتاب حتى الآن عندنا 35 كتاب نحطهم بين زوج واحد باش تبرع معايا فقط دا عادي كما دا دولاب
الأ بتقرأ أ أ الماء 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 اللي هو التفاح الماء. وعندكم الحروف في الصفحة الثانية والثالثة في الكتاب هذا. الماء مش الماء الماء الماء. ف ف ف ف ف فيل 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 عرب شكل بها كما العربية فيل فيل بالتركية فيل. جي مش جي مش جي هو جي جي جا جا جي. إذا نتقرأ جا جا هنا كما جناش الشمس جناش جناش. إذا جي قرأ جي. عندنا جي واحد آخر غريب وهذا خاص فقط باللغة التركية لا أعتقد أنه يوجد في لغة أخرى. هذا يسمى باليومشاك جي هو جي ولكنه يومشاك يومشاك يعني ناعم خفيف يشبه كثيرا باللغة العربية تعالى حرف الغين هو بين حرف الغين والياء. هذا مثلا نقول كما الشجرة نقول آتش 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 يعني هو الجي وفيها العلامة من فوق هذا يسمى بيومشاك جي. هذا خاص فقط باللغة التركية يتقرأ آتش. مثلا أردوغان كيف نقول أردوغان؟ ليس أردوغان هذا خطأ هو أردوغان يشبه الغين قلت غين خفيفة نقدر نقول غين يلا خلينا نقول غين لأن بعض المناطق في تركيا أيضا ينطقونه غين يقولون أردوغان. إذا يشبه غين بالعربية ولكن خفيفة أردوغان أردوغان آتش آتش تمام. ها يمشق ها ها الاش هو ها ها كمان ها لا بالعربي ها. هوش هوش مثلا هوش. عندنا حرف ايضا اخر خاص باللغه التركيه وهو فويل ا هذا ا اللي هو الاي ما فيش لو بوان هو ستان اي ما فيش لو بوان ما فيش نقطه يتكتب هكذا ما فيش نقطة إي ما فيهاش نقطة هذا ينطق أ مثلا هنا إرماك إرماك باش نقرب لكم هذا الأ شنو هو يشبه كثيرا كما الشفا ساوند إن إنجلش تعرفوا الشفا الشفا مثلا ذا ذا بوك نقول ذا بوك ذا باش تقرب لنا ذا. إذا نعطيكم مثال آخر مثلا ويقرر لي ذلك هو كلمة باللغة التركية بلال جيب لنا مش تنفصل ولا تر الله مثال أنا أعطيكم مثال باللغة التركية وقرر لي ها إذا ليس كابي كابو كابو كابل هو الباب كابل اللي راح اسطنبول كاين توب كابل يعني كابل هما ايضا في اسطنبول عندهم الابواب يعني كابل باب جديد توب كابل الباب العالي تمام. اذا كابل اش فعل عليها كابل هذا هو الا هذا اذا ماهوش اي هو أقرب إلى الأ أقرب إلى الأ نقدر نقول كابا 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 وكابي إذا هو بين الأ والإي كابل كابل معلش مع الوقت ندرب عليه الحرف الأول هو إي إي عادي كما تعرف الفرنسية الله نقول إناك البقرة اسمها إناك إي عادي اللي فيه إذا اللي فيه نقطة يتقرأ إي عادي جدا إذا هذا ما نطولش فيه لأنه عادي. إي جا جا
جي كيما جي تاع الفرنسي كيما جي كيما الجي جي تاع الفرنسي هذا هو ج جي طا جي طا مثلا جي طا كا كا ك ك هو كيما قلم 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 بالعربية قلم بالتركية ل ليمون ما مقص 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 نار 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 هو رومان من تركيا نار او اوتوبيس او اوتوبيس وهذا الاو كما قلت لكم المره الاولى دينا نار دينا قرن العربيه الانجليزيه الاو بالتركيه لا تقرا غير او يعني هذه الحروف كامله قلت لكم عليهم توجد لهم قراءه وحيده فقط لا يوجد غيرها يعني مش كما بلونغي او مرة اي مرة ا مرة كي نقولوا او يعني دائما او فيش نقاش اوتوبيس اوتوبيس كاين حتى ايضا حرف اخر اللي هو الاو اللي فيه دو بوان كاين او فيه دو بوان هذا موجود في اللغة الألمانية ايضا او فيه دو بوان هذا يقرا كيما هنا راتمان راتمان يعني استاذ كيما هنا راتمان تمام راتمان معروف تا كيما البي تاع الفرنسي عادي جدا بينير بينير مثال فورمات بينير را كيما الا تاع الفرنسي ولكن تقرا لا روبوت روبوت س س ساعات 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 ش كاين حرف اللي هو الاس وفيه من تحت هذيك العلامه هذا يسمى ش ماهوش تشا اتونسيون تشا يقول لك هو السي اللي فيها تقرا تشا اما ش اس اللي فيها هذيك هو ش ش عادي كيما الشين تاع العربيه شمسيه 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 ت ت كما تي تاع الفرنسي توب توب الاي تاع تركيا يقرا او كما المانيا يعرف المانيا الاي يقرا او يعني في الفرنسي او او ماهوش او 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 كما هنا او تشاك ماهوش اي تشاك او تشاك او واضحه او او تشاك وكاين الاو اللي فيه دو بوان هذاك كيما الاو تاع الفرنسي نفس الشيء الاو تاع الفرنسي اللي هو كيما هنا اوزوم او او اوزوم اوزوم لو غالب الوغ او 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 تمام نعطيكم كلمه يلا قرأوا هذي زرافة، أزرافة، زرافة،
زرافة 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 زرافة. هل لك مشكلة؟ خلص لك الروف. ها؟ طيب نعود فقط حروف نعم. ما فهمتش القولي فيها دو بارفو في قولي دو بارفو صح ما عادش بلاف نعم سنة حتى نفصل بها عشي قطر مشوعة قطر مشوعة كل نحيو لها هذا كل نحيو لها
اوزون شاف كيفاه طعم الفرشه مش معنى هذه عنب ولكن ما تسقسيش عن معنى بزاف في لغه باش تتعلم اللغه ما تستعجلش تعلم الكلمات لانه كاين بزاف يدير ديكارني يقدر هكا كل كلمه يكتبها له تما بصح في نهار مول هذا مش انك تعلم الكلمات بقدر ما تقدر تقدر تتواصل هكا الحرف كيف انه نحفظ شي كلمات هكا ونتواصل بهم الفوكابولار مع الوقت ياتي مع الوقت لكن بعد ما تشوفوا معايا تكلموا تعرفوا الايام باللغه التركيه الايام هي جونلر ما يكتبوا جونلر جونلر باش نشوفكم تعرفوا فهمتوا الدرس جون جا جا جون جون شنو اللي درت شنو الفوايل اللي درتو خلاص مجبور جون لا ال لا ال الجمع في اللغه التركيه سهل وبسيط جدا موش معقد كما في الفرنسيه الجمع زيد لا ولا لا جون هو يوم جون هو يوم جون لا ايام اذا زدنا فقط لا وبعدها فيها قاعدة بسيطة وتزيد لا تزيد العرف جون لا جون أيام يوم يوم جون هو اليوم جون لا أيام جون لا جون لا إذا مش باش نسهل لكم المهمة نبدأ بالجمعة نبدأ بالجمعة باللغة التركية هو هو جمعة جمعة لكن تقدر تقرا الجمعة ولا تقراهاش؟ جاء أو ما أ هذه أي سمعت جاء أو ما أ جمعة ليش جمعة جمعة فهم؟ أنا خلاص ما كتبهاش حوس انا ما دام عطينا الحروف خلي هنا الحروف جا جا او ما ا جو ما جو ما شو اللي ما عرفش يكتب ما عرفش يكتب معاذ ها جا او بيش سي ما فيش نسمع سي سي هي جاء جاء او ما جو ما واضحة تقول لي ما عرفش كتبها بلاص عفوا كان ماشي جو ما
جمعة. السبت هو جمعة تسي. جمعة تسي. يعني الكتاب موجود في كتاب. راني نقرأ نفس الكتاب معكم. السبت جمعة تسي. جمعة تسي. هذا هو السبت. جمعة تسي نكتب هاي جمعة. 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 نفس الشيء خلي جمعة. 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 ت. سي. يعني من المفروض كي نقول الكلمة تقدر تكتبها خلاص. جمعة تسي. جمعة. جمعة تسي. أنا شايف أبطال، درش أبطال من درش. درش أبطال من درش. ها؟ بدل لا جمعة تاسي جمعة تاسي هي تجو هذا ولا تقطع الأب من عليك ما أهل ما أهل ما جمعة تاسي جمعة جمعة تاسي الأحد بازار 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 يا فرنسا ها؟ أحد يا فرنسا هو شوف هو عنده معنى بازار والسوق هناك معنى في تركيا أيضا نقول أنا بازار جيتم ذهبت إلى السوق وأيضا عنده أظن أن المعنى تاع اليوم لأنه كان عندهم سوق يوم الأحد عندهم سوق حتى ولا سميها بازار بازار شوف الاثنين كيما بازار بازار نزيد تولي تاسي بازار تاسي بازار تاسي والاثنين بازار بازار تاسي بازار بازار تاسي الثلاثاء الثلاثاء اللي كتبت لكم هذا وين صا ل ماهوش لي صا ل صا ل صا ل ما عندهاش نقطة ما فيهاش نقطة مادام قلت لك صا ل ما قلت لكش صالي صالي هي اي عادي جدا صا ل هو ال أ صا ل الأربعاء هي
تشامبر تشامبر الخميس هو؟ شامبا إذا نشوف كنا أيضا خاصية باللغة التركية أنه حتى الحروف الأخيرة تنطق كما الألمانية مش كما الفرنسي يكون الفرنسي كل ما قرأ يقول له كاشام تقول له الفرنسي ما قرأش ولكن بالتركية القارة باشامبا باشامبا تشارشامبا باشامبا سبب في تشارشامبا الآل هو الفخمة في كل الحالات الآل كاين كاين برونساسيون وحدة فقط الآل هي آ زدتو فقط يعني قلت لك كاين آ فقط ما كاينش كلمة دونك هذه الحروف جميع الحروف تاع اللغة التركية عندها برونساسيون وحدة فقط لا توجد غيرها دونك كيما الأو كيما قلنا بلونجلي أو مرة نقطع إي نقرا أ مرة ولكن اللغة التركية قلنا وحدة فقط بارشامبا 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 واحد يعاود هنا كامل قول تورنجو بالأو كامل
U-U-U-T-O-R-O-N-J-U. James Bobby? Toronju. Toronju. كافة رنجي
كافرنجي تمام شوكولاتي شوكولاتي دبي أمي تكسرها ليس كذلك ها كذلك لا لا ال أنا أقول لك كرمزة كرمزة نعم لا لا أحمر خلني نعطف على البني قلت بالطبش الحافية تعلم يا دول القهوة كهفرنجي كهفرنجي تمام جري 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 تمام جري 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 اللون آخر هذا هو البلو نوي لاجي فيرت لاجي فيرت لاجي فيرت لاجي فيرت أكون شوفوا معي لاجي فيرت لاجي فيرت هو الميبانش اللي احنا متعرفنا ها؟ لا 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 بلو بلو لاجي فيرت أزرق غامق أزرق غامق اللون الرسمي تاع الفريق فينر باتشا فينر باتشا فينر باتشا فينر باتشا يكون لاجي فيرت واجبات سيا شو سيا سي يا سي يا يا سيا بالها سياه سياه بياس بي كما هنا تقرا كما الاي تاع الفرنسي بياس 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 الابيض وايضا الاتراك يقولون ايضا يستعملون لفظ اخر مرادف اخر للابيض والاسود هو كا أك يستعملون الكرة الكرة هو أسود كرة كرة والأك أيضا أبيض أك كما الكرة دينيز كرة دينيز البحر الأسود أك دينيز البحر الأبيض إذا أيضا يقولوا كرة ويقولوا سياح ولكن لا لا كارا يعني أسود غالين جيم يعني مستعمل من أسود يعني شديد السواد شديد السواد من كارا تمام يلا وهو كا روح الآن مكان صايلة صايلة صا يو لا الأرقام الأرقام وصاير بالنسبة لجيم الويب سايت معك يحصل ويب سايت معك باللغة التركية يحصل يعود يعني يحصل يعود إذا صا يو لا صا يو لا مش صايي، ما قلتش نقطة. صايي لا.
صايراك في الفيرب صايراك الفيرب ما يعرف الأفعال صايراك يعني يحصل بيعمل تمام بير كما لا مكتوبة كما لا مكتوبة بير ها زين إيكي كما لا مكتوبة زين شو اللي قال وش أسمع وش دو بوان فيها دو بوان سنة طوال إيه زين دو بوان كما تعرف فرنسي كما مش كوتش اتونسيون هذا كوتش اللي فيها هذيك اللي فيها دو بوان تراكي تاع الفرنسي هي هذا اوتش مش كوتش اوتش دوت مش دوت مش دوت 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 فيها دو بوان اذا ما نقولوش دوت دوت بيش ولا بيش؟ بيش شا شا شين ما فيش تا بيش بيش all altı 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 ما فيش نقطة دي altı زين يدي بسيطة جدا يدي ها سيكيز سيكيز دوكوز ولا دوكوز دوكوز مش دوكوز فيش فيش دوكوز دوكوز نعود مع بعض مع بعض لأن قلتوا ما كانوا معي مختلفة بير إيكي إيش إيش دوت دوت بش بش ألتي ألتي يدي يدي سكيز سكيز توكوز توكوز أون أون شوف بس شوف الآن بعد ذلك أبسط 11 11 on beer on هي 10 on هي 10 ونسيت لما on beer on 2 on 3 on 4 on 5 on 6 on 7 on 8 on 9 العشرين اسمها year me year me كما مكتوبة year me كيف كيف 21 شنية year me beer year me iki year me üç year me dört year me beş year me altı year me yedi year me sekiz year me dokuz tamam الأرض ده سنة عقبتها 30 شنية 30 هي أوتوس مش أوتوس 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 بير كذا من الأخرين الأربعين هي أشك كيركة فينش النقطة كت يا أربعين كت بير كت إيكي كت إنش دورت بيش altı, yedi, sekiz, dokuz, elli, elli, elli ya hamsin, elli, elli, tamam. Elli bir, bir, yata dokuz, bana? Al, altı, mış, altmış, muşmiş, muş altmış, altmış, altmış. Bu altmış mı Ceyhan? Ceyhan'ın? Mısırka.
6 6 مش باش تحفظها من بعد من فوق بين خطوات بين 60 و 70 6 6 مش يدي يتمش يتمش مش يتمش يتمش 60 يتمش تمام ومن بعد 8 8 من تجي منها 8 يجي منها 80 سكسان والتسعة اللي هي دوك بوز يجي منها دوك سان دوك سان مش دوك سان دوك سان تمام يوز مش يوز يوز بتقيتع قيتع فرنسي يوز يوز هي مئة أنت معنا ودخل هو الوجه الوجه أيضا اسمه يوز مئة يوز هي مئة معنى آخر هو الوجه يوز تمام الوغ كي نحب دوكا نقول 200 ايكي يوز مش يوز ايكي يوز ايكي باش نتاعو 102 ايكي يوز كيما بالفرنسي نقولو 200 200 300 كيف كيف نفس الفكره ايكي يوز Une use, deux use, entre use, bêche use, entre use, c'est qu'ils use. Hâte, l'elf y a bin. Bin. Bin y a elf. Elf. Bin. Elf, vous savez mieux que vous venez, je connais que je peux. Vous savez mieux que vous venez, là. C'est un homme, là. يلا شوفوا ده شوفوا ده بريدي جبال بعد كابريس خذي بين دوكوز دوكوز ماذا دوكوز ماذا بين دوكوز يوز سكسان طيب كل واحد منكم يكتب لي تاريخ الميلاد تاعو يلا كامل معلش كتب اليوم اليوم هو السنة اليوم السنة اليوم السنة اكتب كتابة مش خاص تكتب الأرقام B.
moyenne de plusieurs personnes par mois. Deli-Uch. Bin, non, je vais. Bin. Nur Bin. Hey, ich, ich, nie. Bin, du bist Jus? Altmisch. Bin, du bist Jus? Altmisch. Altmisch. Alt. Zwa? Stin. Altmisch, Jedi. Altmisch. Sittin. Sittin, aber altmisch. Sittin. Sittin. Altmisch, Jedi. Bin 1996. Aha. 90? 1996? 96. 6? Evet. Arka? 6. Buyurun. Kalk yani ne olur? Tamam. 90? 8. Şu an bir bin bir vakit yedi vakit sabah ten vakit sabah isbataş vakit sabah vakit bir yedi şahşam tamam temmuz temmuz tamam birinci temmuz bir temmuz bir temmuz bin dokuz 1900 900 280 280 Bak 82 80 درس مني يعني كما الفرنسي اللي بقول لك 82 ما عندي غير 2 82 واش 280 20 20 5 5 5 25 25 85 85 1900 Nisan, 24 Nisan. 90? 90? 3. 3. Muş 3. Bu ne haber? Bu ne? 1, 2, 4 point. Kim var Fransız? Kim var 1? 1 tane Fransız. 1, 3. Tamam, buyurun. Bin dokuz yüz doksan yedi. Çok güzel. Teşekkür ederim. O kadar yeter. İki yana kalır. Lakin ben tadıkım. Mezidüş narakon fiyer. Plas bunu üç, ha üç. Lehen kul uç. Mezidüş narakon fiyer. Lehen kul uç. Üç. Kime ün? Hani cismet insan, hani ruhu rafra. Hadi ayrıca bazı sıfat, hani ruhu rafra.
طيب نروح مباشرة إلى unité بير. unité بير يعني unité. unité بير. unité بير. unité بير. سلام لاشما تانشما. سلام لاشما تانشما. سلام لاشما يعني تحية. greetings. تانشما يعني التعارف. يعني مش نستعمل من عبارات اثناء التحية واثناء التعارف لأول مرة مع شخص نعرفه عليه، مش راح ندخل مباشرة في حاجة عملية مباشرة. إذا شوف معايا التحية تنقسم إلى عدة أقسام كما كل اللغات، لأن هناك تحية متعلقة بالوقت، متعلقة بالوقت الصباح المساء الليل إلى آخره، وهناك تحيات متعلقة باللقاء الوداع، نفس الشيء موجودة في كل اللغات. إذا نبدأ بالتحيات المتعلقة بالوقت، يعني في الصباح الأتراك لما يتلاقوا وش يقولوا؟ إذا راح نقولوا جنايدن صباح الخير رقم خمسة اللي هي رقم خمسة جنايدن. شوف جن مش جون، جنايدن مش دين، جنايدن 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 يعني صباح الخير. إجي من جن اللي هو اليوم جنايدن موجود يعني موجود فالصباح، لكن الصباح فقط جنايدن. جنايدن كيف تعرف؟ جنايدن ما فيهاش نقطة؟ هي ما فيهاش نقطة هي. مش حاول تعرفها. ما قلتش جنايدن انا، مش دين جنايدن، ولكن هذه يعني كما هنا هذاك ك يعني بالنسبه لنا لغه اجنبيه لا باس، لا باس ان تقول دين ولا دن، يعني حتى تركي راح يفهم ما تخافش، كي تقول جنايدن راح يفهمك مش مشكله. أما ولكن هذا باش نعرف من الآن تصعد اللي هو كيف تنطق صحيح. جنايدن هذا صباح الخير. جنايدن هذا. طيب في اليوم، في يوم كيما فرنسا يقولوا بونجور حتى الخمسة داكور، هما الأتراك باش يقولوا في اليوم إي جون لاف. إي جون لاف رقم رقم اثنين إي جون لاف. إي جون لاف. جون لاف يعني أيام. أيام. إي معناتها جود. طاب يومك. طاب يومك يعني كما نقولوا هاف أ جود داي إنجلش فور إكزامبل. هاف أ جود داي. إي معناتها جود. ولكن مش ترجمة حرفية، ترجمة هذه ترجمة حرفية، ولكن هذا هو إيغلا يعني بونجور. إيغلا إيغلا تمام. إذا في اليوم خلال اليوم كامل يقول البعض إيغلا، هذه هي التحية تاع في اليوم صباح جنايدن اليوم كامل إيغلا. بعد جي المساء الحين يقولوا مش إيغلا، يقولوا إي أكشاملا. أكشام هو المساء. أكشام اللي هي رقم أربعة. أربعة. إي أك شام لار. إي أك شام لار. إي أك شام لار. مساء سعيد. مساء. طاب المساء وكاين داخل. إي أك شام لار. تمام. بعد المساء يجي الليل. إذا الواحد راح نقدر نقول له نقول له
اي جاجادر اي جاجادر جاجا هي الليلة جاجا هي الليلة وي ثمانية اي جاجادر رقم ثمانية اذا مش جسالة جاجا جاجالر اي جاجالر اي جاجالر تمام إيه جلال طبعا ليلة طيبة مونوي لونات تطلع عادي إيه جلال إذا هادو متعلقين قدام بالوقت بوقت معين إذا الصباح ما تقول إيه عشان لا ما تقدرش تقول إيه جلال الصباح إيه جلال المساء إيه عشان لا إيه عشان لا ما سمعتش؟ ها؟ أنا كتبنا عبيد لأن هي هي الجي تاع الفرنسي كيما جيجل كيما جيجل تمام اذا ها قلنا التحيات المتعلقه بالوقت الصباح اليوم كامل المساء والليل الان التحيات المتعلقه باللقاء والمدى تمام اذا لما تلاقى مع صاحبك واش تقول مرحبا 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 يعني مرحبا مرحبا بالمناسبة مرحبا مرحبا هي very formal يعني تستعمل بين حاجة رسمية جدا كيف يعني كي تتكلم مع واحد ما تعرفوش تتكلم مع واحد أكبر منك سنة ما هوش في مستواك لما تجي تقول تحية تقول مرحبا لما تتكلم بالتليفون تعيط لواحد ما تعرفوش لما تقصي حاجة مرحبا إذا هذه فيري فورمال يعني حاجة رسمية مرحبا طيب أيضا عندنا لما يجينا ضيف لما يجيك واحد من الضيف يدخل ليك وش هتقول له؟ خوش جاردنس خوش جاردنس خوش جاردنس يعني مرحبا بيرفل خوش جاردنس خوش جاردنس خوش 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 جاردنس خوش معناتها يعني حاجة ناعمة حاجة يعني حالتك مسهلة كما بالعربية خوش جاردنس خوش جاردنس حالتك مسهلة الجواب بتاعها الجواب المباشر بتاع خوش جاردنس ليك انت خوش جاردنس راح يقول لك هو خوش بوردوك خوش جاردنس خوش بوردوك الترجمة الحرفية تاع جاردنس هي أتيتم فالكلمات يأتي إذا نقول لهم ها أتيتم حللتم سهلا كيما بالعربية حللتم يعني أتيتم هو مش راح يجاوب يقول هوش بولدوك بولدوك هو بولماك اللي هو وجد يعني وجدناه كذلك وجدناكم كذلك ترجمة حرفية يعني فير بولماك يجد تمام إذا هذا بالنسبة إلى تحيات متعلقة قلنا بظرف معين اللي هو مثلا ضيف ضيف ما نقول له هوش جاردنس تدخل مثلا حتى في تركيا مثلا الحانوت تدخل تشتري حاجة راح يقول لك البائع يقول لك هوش جاردنس هوش جاردنس أهلا بكم راح تقول له ده هوش بولدوك هوش بولدوك تمام الآن الوداع الوداع تحيات الوداع الى الاخر راح نقول كاين عندنا
Güler güler. Güler güler. Güler güler. Güler güler. Baba. Güler güler. Bakın tarafa. Güler güler. Bu aydan. Adla gula. Hoş çakal. Hoş çakal. هادو في زوج يستعملوا يعني نقدروا نستعملوهم مع بعض نقدروا واحد يقول خوش شاكال يقول بلا بلا والعكس بلا بلا خوش شاكال تمام وهذا رسميه ايضا خوش شاكال فورمال يعني تقولش تقول انفورمال بعد كده بين الاصحاب بين الاصدقاء ما يقولوش خوش شاكال ما يقولوش بلا بلا احنا نقولوا خوش شاكال سنة هوش شا هوش شا كال هوش استعمل في زوجك هذا يقول لها خلي بلا بلا باباي وأيضا يبوك بس فرملا بلا بلا ولكن يقول لها خلي تمام يلا كنوا مع بعض هذا التمرين إذا مش عارف نشوفكم على مسافة ثلاث على نكتب السبعة بس تصبح جنايزن مشكور خوش شكر واحد يقول بلا بلا نقول خوش شكر بلا بلا خوش شكر بلا بلا خوش شكر طيب نفس الشيء الان راح نزيد نعطيكم تحيات أخرى شوف معنا هنا إذا هنا كارش لاش ملاغة يعني أثناء اللقاء آير لركتان هذه أثناء الوداع الوداع اللقاء إذا في اللقاء نقدر نقول جون عيدن صباح الخير جون عيدن تمام خوش جاردينيس خوش بردوك جواب تاع الضيف كنقطنا مرحبا مرحبا سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم عليكم سلام اذا هذه السلام عليكم موجوده في اللغه التركيه نقولها هكاك بغض النظر عن الدين مش معناتها الدين المسلم مش نقول كذا سلام عليكم عليكم سلام هذا اثناء اللقاء اثناء الوداع قلنا شفنا هوش شاكا غيلي غيلي وكيد هذا informal شوية informal كما قلت لكم بين الأصحاب görüşmek üzere görüşürüz görüşmek üzere görüşürüz görüşürüz الترجمة الحرفية تاعها هي نلتقي جمع الفعل görüşmek يعني يلتقي görüşürüz نلتقي نتلاقيو كما تقول واحد نتلاقيو بعد görüşmek üzere ثاني بعد لقاؤنا بعد See you tomorrow. See you later. See you later. وقلنا هذا الزوج less formal يعني قل ما يش رسمية كثيرا كما الأولى. تمام. راح بعد نعطيكم الملفات الصوتية نعطيكم الصفحة تاعي الخاصة في فيسبوك لتعلم التركية نحط لكم فيها الملفات الصوتية اللي لا داعي باش نخسروا
زيد ندير لكم سيدي وكذا نحطوهم نعطيكم هذه لليان من جوجل درايف ولا كذا وانتم ما تليشارجيوهم كل واحد يديرهم في البي سي تاعو تمام Good night. İyi geceler. Tamam.
İyi geceler. İyi geceler. طيب خلينا ناخذ مستراح 5 دقائق بعد Sen, o kim al anglais?
he, she, and it. في ثلاثة نقولهم او. او هو ولا هي ولا الشيء. الحيوان إلى آخره نقولهم او. بان سان او. بيز. بيز نحن. سيز. أنتم. أونلا. On la. لذلك أيضا المرة الجاية كل واحد عنده كراس تاعو من فضلكم. كراس باش يكتب الأمور بنزيدها. On la. They. هم. هم. تمام. بان أنا. سان أنت. أو هو هي. وكيف قلت بروبلي هي شي ات او هو ولا هي بيز نحن سيز انتم شوف سان البلوريال تاعها هي سيز انت انتم بان بيز بان انا بيز نحن تمام او هو هي او الجمع تاعها اونلا هذا ما كان مش تحفظون بطريقة عادية سهلة بسيطة بان بيز سان سيز او انا تمام اذا بان 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 فاتح نقدر نقول انا فاتح تمام يجوز ولا تقدر تقول بنين آدم فاتح بنين آدم مش استعملنا هنا بنين آدم مش استعملنا سيلو كرونو بنين يعني كرونو نسمع كلمة possessive كما بنقولي my name my name my مش نقولي بس هذا البرنامج تعي أنا ما كانش الجمع هو الجمع كما الفرنسي كما الفرنسي كان ما هو ما كانش العربية فقط العربية غنية ضمائر اللغة العربية ما عارف كم عدد اللغة من يعرف ده ضمائر ضمائر شخصية ما عدد اللغة العربية عدد الضمائر باللغة العربية ضمائر شخصية بالتركية هي ستة بالفرنسية ستة بالإنجليزية سبعة ها؟ خمسة كم؟ عشرة عشرة ضميرا باللغة العربية اثنا عشرة ضميرا ملاحظة جيدة شكرا باللغة التركية لا يوجد فرق بين المؤنث والمذكر لا يوجد فرق يعني مش كما الفرنسي نزيد لها لافان ما كانش فرق كيف زرار ما مشوز يعني حتى في الصفات في كل شيء ما كان حتى زيادة ما كان حتى فرق يعني ما تقدرش تعرف الفرق نتاع كي واحد يقول لك او يقول لك او قال ما دي يعني لم ياتي ما على باليش اذا قال لم ياتي ولا لم تاتي اسكو يهضر عليه هو ولا هي ما نقدرش نعرف لازم السياق هذا لا لازم السياق المعنى السياق باش تعرف اذا ما كانش يقول لك او ما عندها هو ولا هي مش كما نقول لك شي هي أكتاف من شي كان شي شي didn't come يعني بين بلين نهضر على واحدة بس يقول لك هي didn't come بين بلين نهضر على واحدة لكن تقيا لا أو قال ما دي نعرف لازم نعرف سياق المعنى باش نقدر نعرف اش اللي يهضر على المؤنث ولا المذكر إذا ما كانش فرق يطلع إذا بان سان أو بيز سيز أون لار تابع معايا هذا كي نتكلم على ماذا؟ كي نتكلم على هذول لي برونون بيرسونيل كي تكون سوجي كي تكون فاعل كي نقول لك بان
بين يا بيورم يعني افعل شيء ما انا سوجي انا فاعل كلمه انا مفعول به تتبدل كما برونغلي نقول I helped my father my brother helps me الو I توجي me نفس الفكره باللغه التركيه تتغير ايضا اذا هنا اذا كانت ذكرت مفعول به توجي بينتلي لا لا نتكلموا على مفعول به بيني بين بيني إذا لم قلت تقول مفعول به يعني تقولي وقع عليه الفعل الآن أنا لما أقوم بالفعل قل بان هي بان بان درس عن لاتيون أنا أشرح الدرس بان درس عن لاتيون أنا أشرح الدرس إذا أنا فاعل يا أخي كيف أقول أنا مفعول به أقول لك أنا درس لا ماشي ما نقول مثلا ضربني او هو ضربني هو او بني فوردو فعل خلينا مهمكمش اذا انا قلت بني لا قلت بني لانه مش انا اللي ضربت ضربت انا اللي وقع علي الفعل هذا هو مفعول به قلنا مفعول به نفس الشيء نفس الشيء بالنسبه للونجلي عرفتكم الانجلي لانه تعرفوها كامل نقول I helped my father My brother helps me. إذا أنا مش أنا اللي عاونت ولي عاوني. إذا أنا مفعول به. نفس الشيء بالنسبة لتركيا. إذا قلت لي مفعول به لي بني. تمام. ساني. ساني. أهلا ما. ساني. تمام. أو. أو. أونو. سان ساني. O, onu. Biz, bizi. Siz, sizi. Onları. Moş onları. 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 Bir iyi nefes nokta. R. Moş onları. Onları. سهلا بني سني أونو بيزي سيزي ها؟ بيزي سيزي أونلار 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 زدنا لها فقط ال تمام أنا مش كلمة على مفعول به أونلار دوكا أهم حاجة اللي هنتكلم عليها اللي تفيدنا الآن في الدرس هذا هي مش المفعول به وإنما البوسيسيف برونام كيف نقول حاجة تاعي بلونجلي نقول This is my book My book This is my book داكور My book داكور My book كيف نقول بالتركية بنيم كتاب بنيم الو بين بنيم بنيم الملكية تاعي بنيم بليس لو نو بعد نزيد لو نو الاسم بنيم حاجة كيما هنا بنيم اش قالو اش قالو بنيم آدم اسمي إذا الكلمة شنو هي هي آدم كيما هي آدم آد آد داك الكلمة هي آد آد هو الاسم الأرض هو الاسم بصفة عامة الاسم كي نقول اسمي أنا نقول بني آدم شو بزنته بني آدم تمام سن تقولي سنين plus أهم ولا أهم؟ هذا
Adam. Öyle bir zaman kaç. Senin adın ne? 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 Ne adım ne? Ne adın ne? Adı. Onun adı. İsmu huva. İsmu ahiyya. Tamam. Bizim ismu ne nehnu? Bizim adımız. Sizin adınız. Onların adları. معلش الدات الاماره تزيد شويه ولكن احنا نرجع لهم دائما هذا لذلك قلت كل واحد كراس تاعو منظم نوليو الايام تاع الابتدائي معلش كراس لونه اصفر ونكتب منظم اذا نقول لكم التجربه تاعتي تاع تعلم اللغات وتدريسها التنظيم يلعب دور كبير جدا صدقوني كي يقعد واحد منظم يكتب مليح وينظم مليح كاين دوك حنا نقري في الجامعه تلقى واحد يكتب في لاسيري تعطي له لاسيري تاع ليزيكسارسيس تلقى يخربش فيها هذا من بعد راح يلقى المقاله ورا النظام كيكون راس منظم بعد كي ترجع ليه تقدر ترجع ليه يولي هو الكتاب نتاعك والكتاب الشخصي نتاعك تمام الو نعاود بينيم ما هي بينيم آدم بينيم آدم اسمي أنا كم قلت اسمك أنت سينين آدم سينين آدم بينيم آدم فتح سينين آدم محمد أونون آدم اسمه أونون آدم علي أونون آدم علي أونون آدم فاطمة تمام onun adı bizim adımız ismuna Şihab baktım ne nehrun Şihab bizim adımız sizin adınız ismukum entum bilmunasaba siz hena siz kad tustamel kima bil fransi vous nehrun nقول واحد نقول له siz kima vous bil fransi الاحترام التقدير الاحترام والتقدير لاخون فاليديس سيز تستعمل للواحد وللجمع كنا نستعمل للواحد في حالة الإكبار والجمع سيزين أدنس أونلارن أدلار أسماؤهم هم نتكلم عليهم نقول أونلارن أدلار تمام معلش سي با غراف هذه راح نرجعوا ليها انا يهمني فقط تعبيرين باش نشوفوا لهنا هذا تبع مرحبا بينيم ادم عثمان مرحبا بينيم ادم عثمان مرحبا بينيم ادم امره بينيم ادم امره ممنون اولدم Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yani tasarruf gibi var. Ve ana ayda. Ben de ben de. De ma'ata ayda. Ben de memnun oldum. Yaktan yukulu ben de. Biz için ağabey memnun oldum. Yani ve ana ayda. Me too. Tamam. Yaktan yukulu ben de. Biz için ağabey hadi kerna. يقول فقط بندا يعني وانا ايضا بندا تمام رحمه الان كيف نسال واحد نقول له اسمك مرحبا بيني مادم عثمان سينين ادم ني ني يعني وات سينين ادم ني اسمك سينين عدن كما شفنا سينين عدن
وزيدها ني فقط. ني يعني وات، ماذا؟ سيلين أظن ني اسمه كان؟ بنيم أظن بنيم أظن سيلين أظن ني بنيم أظن أظن بنيم أظن سيلين عادي بنين 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 مصطفى بنين آدم عادي إلى تمام يعني كيف سنروح نقول سنين آدم نه تمام كيف نقول أنتم ما اسمكم Sizin adınız ne? Antum, sizin adınız ne? Usmu huwa, huwa usmu. Aqra khani, tabi'ni qulni. Onun adı ne? Onun adı. Adı ne? Onun adı ne? Usmu hakka filan, usmu. Onun adı Allah usma hiya. Onun adı ne? Onun adı ne? Onların adları ne? İsmi hemen tekine veren Mısbah. Onların adları ne? Onların adları. Zid ne? Onlar fark şimdi el... Kim ala kestiyon bu Fransi, bu Arabiya, bu Angli? Hile zin zid ha şimdi el... Tonay şenerik. Tamam. Fadal. İstihar, lazım istihar. Bunu bulduk. Senin adın ne? Bu kaç süre? Senin adın ne? Senin adın ne? Kahraman. Onun adı ne? Bir question. Ne asal ki tip ne? Yani question. Bir şey var. Merhaba, benim adım Osman. Senin adın ne? Benim adım Serdar. Serdar isim Tokyo'ya. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok güzel. Yalla, zür zür. حاولنا هذا ودير اسماءكم واكتب اكتب اكتب مع سارس زين اكتب ديروا مع بعض نعطيكم نصف ساعه I'm going to go to the next one.
نبدأ في زوجي خير هادي بعد مرحبا بنين ادم هشام مرحبا بنين ادم رحيم ممنون اردن بندو ممنون اردن بندا 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 ممنون اردن اردن ممنون اردن مرحبا بنين ادم هشام سنين ادم بنو سنين ادم نه سنين ادم نه بنين أدم أدم بنين أدم بنين أدم رحيم ممنون أدم بندم ممنون أدم 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 فقط نقول بعض الملاحظات المهمه
اللي حاب يستمر معنا. إذا السبت القادم إن شاء الله نبدأ على 9 صباحا وليس 9:30 وليس 9:10. 9 بالضبط، يعني نحاول نكونوا 5 دقائق قبل 9 هنا كامل باش نستغلوا الوقت، نديروا 3 ساعات، نديروا 5 دقائق استراحة بين الحصة الأولى والحصة الثانية، تمام كما قلت. وأهم حاجة المتابعة و practice makes perfect. تعرفوا تابعوا معي استعملوا دقيقة طبعا بعدها. إذا تعلم اللغة